بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي وأحبابي مشاهدي الكرام، النهاردة معكم حلقة جديدة من مطبخ رئيسة. معايا حبيبتي الشيف نهلة، شيف مطبخ ما شاء الله، يعني أهلا ربنا بك. يكرمها يا رب ويوفقها. هتعمل لكم النهاردة أكلة كلكم بتحبوها وكل الشعب المصري بيحبها أساسا، أيوه، شيش طابوق. وهتعمل الرز رز بالخلطة. بالخلطة. معاك شيف نهلة. نبدأ بقى. قدمي نفسك بقى. أهلا انت بقى بك يا شيف حبيبتي. رئيسة. حبيبي أهلا اهلا بيك. بيك يا رب. اهلا بيك، مبسوطة إن أنا معاكي بجد ربنا والله يخليك يا العظيم غالي، يا رب. ربنا يكرمك يا رب. احنا النهاردة هنعمل رز بالخلطة وشيش طاووق. هنبدأ بس نعمل رز بالخلطة الرز الأول عشان ياخد بالخلطة وقت. الأول عشان ياخد وقته. ونحط بس الزبدة، مكعب الزبدة ناخد زبدة مع مع زيت، شوية صح؟ زيت. بس هنعوز المية بتاعت ال معلش محتاجين كتر مية، كتر مية سخن. نحط شوية زيت بس كده، صغيرين كده. نحط البصلة بقى طبعا عشان تاخد شيف وقتها. نهلة، ربنا يكون في عونها، جهزت قبل الهوا، معروض فاتكو على الشاشة، وتشرح لكم الطريقة نية قدام الكاميرا، فياريت كل الناس تركز معاها لأنها ما شاء الله النهاردة الأكل بتاعها. أنا كنت عايزة أكله قبل الهوا. المقادير موجودة على الشاشة. شيش طاووق، كيلو شيش طاووق وكوب زبادي، معلقة مستردة وعصير ليمون وفلفل الوان الوان وبصل وملح وفلفل اسود وبابريكا وزعتر وزبادي. احنا هنحط البصله بس تاخد وقتها وتاخد اللون، ونتبل الشيش طاووق عشان بس طيب ناخد وقتنا. وقت. ماشي، عشان بس ماشي. الزبادي. بالظبط. نحط اول حاجه الزبادي. ممكن اقلب لك البصله ما تشغليش؟ هي مش هي لسه ماشي. هي لسه عشان ما تلزقش. هنحط هنا الزبادي. الزبادي مع الفراخ. مع الفراخ كده. ونحط عليه معلقة مستردة. مستردة على صوتك يا شيف نهلة. معلقة مستردة كده، معلقة كبيرة. وهنحط بقى هنا ايه، بصل بودر والزعتر. بصل بس والبصل وتوم؟ لا، بصل بس. رش ملح، فلفل اسمر، فلفل اسود. اسمر. فلفل احمر. بابريكا. ده بارد ولا حار؟ بارد. لا ده بارد. ده بارد طبعا. اللي يحب حار. اللي يحب الحار حاري. اكيد مفيش مشكله، الحار مفيش مشكله. هنقلبه كده ونسيبه طب ممكن نحط في الجريل هنا الزبده مع الزيت يسخن ولا لا؟ احنا نحط بس في الجريل شويه زيت صغيرين، بس مش دلوقتي، يعني لما نحط الكيش في العصير. انا النهارده اخترت الخله الصغيره. الشيف نهلة عامله الشيش طاووق بطريقه مختلفه، كلكم هتعجبوا بيها، انا نفسي عجبت بيها، انها بتحط الشيش طاووق مش في الكبيره دي، لا الخله الكبيره، لا بالصغيره، تبقى سهله في التقليب، سهله سريعه في الاكل في كمان، سهله في الاكل. اهم حاجه سهله وخلاص. في الاكل. احنا ممكن بس نحط ايه، روزماري كده، حاجه بسيطه كده، بس انا بحبه كده ايه، يبقى متقطع كبير كده مش صغير. لما بيسخن بقى على النار بيبقى تحفه. ممكن انا اساعدك ان انا ماشي البصله كده تدبلك لسه لسه شوي. لما تاخد بس اللون الذهبي انا عايزاها بس تاخد لون ذهبي بالكارميل. مش انا نسيت. لا لا انا نسيت. لا هاتي احنا انا نسيت لسه شويه. على فكره شفناها، قالت لي الطريقه قبل، لا بس انا نسيت والله. احنا هنا بس هنعمل ايه، هناخد كده طبعا في هنا بصل، فلفل الوان، فلفل الوان اللي احنا قلنا عليه في المقادير. هنا نحط كده طبعا. شكله هو ني تحفه، بتاكل كده صراحه، جايبه الفلفل طازه كده وشكله يعني ما شاء الله يعني عليك انت. اهم حاجه ان الحاجه تبقى فريش. دي اهم حاجه. نحط كده فلفل هنا، حبه بصله. وممكن طب نحط بصل. البصل ده اختياري يعني، احنا ممكن نحط في الجريل على طول. عشان ايه، وقتنا. نحط بس شويه زيت. هاتي. نحط شويه زيت عشان كتر. لا ما تكتريش. طيب ثواني ممكن انا اساعدك ان انا طريقه الخله دي بتساعدكم في كل حاجه، يعني سريعه سهله في التقليب،
احنا طبعا بنساعد بعض عشان الهواء عشان الهواء مفيش طبعا هو مش بياخد وقت سريع جدا اسرع حاجه ممكن تتعمل احمر واصفر واخضر في الخله على حسب بقى ممكن نحط اخضر بس احمر بس اصفر يعني براحتنا والبصل اختياري بس الطماطم كنا بنحط زمان يعني كنا بنحط طماطم لا بتدي عصير بس الطماطم بتعمل صوص كده ويعني كده بتبقى احلى مصره انا ان انا انسى الفلفل الاول طبعا خلطه الزبادي مع المايونيز مع تديها طعم مختلف مع التوابل طبعا اي مطبخ التوابل دي اختياري مفيش فيه اجبار اكيد الو اكيد ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مين معايا عايزه اعمل مداخله استاذه نهله هيا استاذه هيا معايا على التليفون اهلا وسهلا بيكي انا عايزه اشكركم على البرنامج بجد حلو قوي ربنا يبارك فيك يا غاليه ربنا يبارك فيك يا رب انت بتشوفينا هوا كده احنا معاك على الخط على فكره على التليفون عامل لنا السركسيه عشان هي بتعملها حلو قوي واحنا شفنا البيت بتاعها محتاجه طريقه الشركسيه غاليه والطلب رخيص يعني معاكي شفتي على كل برامجك حلوه جدا يعني ربنا يخليك يا غاليه وبارك فيك يا رب ربنا يخليك ما يحرمنيش منك يا رب دايما ان شاء الله تنورينا باتصالك كده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا غاليه السركسيه هي السركسيه سهله جدا اهم حاجه فيها بس ان عين الجمل ده هو المهم فيها هو ده اللي بيديلها الطعم بنسلق فراخ عادي جدا وبعدين بنديلها بناخد الشوربه بتاعتها بقى البصل ثواني بس هنقول ان شاء الله طريقه السركسيه بس نتابع بس اللي احنا بنعمله البصل هنا ابتدى ياخد لون الكراميل هنحط بس ايه معلقه سكر سكر لازم يتكرمل سكر عشان يديله اللون عشان اللي احنا يدي اللون ده اللون اللون بتاع الرز اللي احنا عايزينه طب ممكن مع البصل ياخد وقت ولا مع البصل ياخد وقت السكر السكر متكرمل ولا بيكون سريع لا لا مش بياخد وقت خالص لا مش بياخد وقت خالص احنا هنا بس هنحط كده هناخد بقى ده نقلب هنا هتقلبي عايزه بس كان انا ده خلاص عشان ايدينا عملت خلاص كده تمام كده كده خلاص خلاص السركسيه بقى هقول لك عليها ممكن تنزليها على واتس عادي برضه ممكن ننزلها او ممكن نعملها في حلقه برضه مع بعض نعملها في حلقه عشان هي بس هي سهله بس فيها خطوات. تفاصيل فيها تفاصيل كده خطوات ممكن تشرحها لك على الواتس لو شفناها طبعا عندها ما شاء الله قناه على اليوتيوب لا لا ده الشيش بتقلب فيه بس لا مفيش حاجه اتحرقت لا 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 اتحرقت خالص هو لونه بيبقى كده ما هو لونه كده اهو زي بيقول الشيش اتحرق لا 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 لازم ياخد اللون علشان ده دي وراك فبيبقى فيها دهون ممكن تقلبيها كده برضو عشان دي وراك فبيبقى فيها دهون الدهون لازم تاخد اللون ده طب هو المفروض الشيش يعني متهيألي صدر الفرخة افضل لا صدر الفرخة هينشف هينشف كده مش هيبقى حلو هنا عايزين نشوف بس وصلنا للون ولا لسه طبعا مش لازم ننسى ال لسه الو استاذه اماني معانا على التليفون الو ايوه عايزه اكلم الشيف نهله لو سمحت اتفضلي معاكي الشيف نهله معاكي الشيف نهله اتفضلي ازيك عايزه اكلم نهله اهلا اتفضلي معاكي على الهوا يا غاليه معاكي انا سامعاكي ايوه ازيك يا نهله ازيك يا حبيبتي ازيك عامله ايه كله جميل انا اماني حلو ايوه طبعا ايوه طبعا شكلك كله طبعا دوق ربنا يخليكي ايوه ربنا يخليكي يا حبيبتي ربنا يخليكي ايه رايك في الحاجات اللي عاملينها النهارده
الو التليفون قطع، التليفون فصل. هو الشيش كده تقريبا خلاص، بس نحاول نشوي شويه عشان الوقت بس. اه خلاص، هو البصل هنا خلاص تمام كده. بدا خلاص بقى ايه، ثواني الزبيب بس الاول. الزبيب نحط الزبيب، نحط جزء كده منه عشان نخلي جزء للطبق. انا ممكن اقلب لك، معلش لو سمحت كده اقلب لك الشيش. خلاص بصي الشيش اللي تحمر بقى ممكن نطلعها. طيب ماشي. لا في في على الجنب محتاج سوى شويه. طيب احنا حطينا الزبيب هنا خلاص كده، هنحط الرز عليه. معانا الحاجة شهيرة على التليفون من الجيزة. اهلا وسهلا بيك يا حاجة شهيرة. السلام عليكم. بالسلام ورحمة الله وبركاته. شفتكم منورة النهاردة، مشيت مهلة. ربنا يخليكي. ان شاء الله تسلم ايديكي يا قمر. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا حبيبتي. مشيت مهلة معاكم، يعني الجمال والذوق والاكل الجميل. واضح واضح يعني والله، من غير ما تقولي النهاردة محظوظين على فكرة. واضح ما شاء الله عليها والله، ما شاء الله عليها. حبيبه قلبي ست الكل، ربنا يخليك يا حبيبتي. ايه رايك في اللي احنا عاملينه النهارده؟ يا حبيبتي، يا حبيبتي، ربنا يا رب يوفقك يا نهله. ربنا يوفقك يا حبيبه قلبي. شكلك الاكل بتاعها اكله مستويه ما شاء الله انت في الاكل دي. القناه بتاعتها، القناه بتاعتها هايله، يا ريت تتابعوها. قناه اليوتيوب. شيف نهله طبعا عامله قناه يوتيوب باسمها، باسم شيف نهله، منزله عليها وصفات حلوه، منزله عليها اكلات حلوه، يا ريت تتابعوها. كل مشاهدينا الكرام يتابعوها ان شاء الله. أيوة، هتستفيدوا. نهله رجب اسمها، نهله رجب بالانجلش. مكتوب نهله رجب. لا مش بالعربي. طب انت معرفيهم بقى، عرفيهم بالقناه بتاعتك بقى. احنا هنا بس الرز بنشوحه بس عشان ما ننساش نتابع الناس، ونحط الملح، عشان بس ايه مقدرنا، ممكن كانت الميه ميه سخنه، معلش ميه، ميه الرز ايه يا جماعه، ميه الرز معلش. استاذ وليد ده زعتر، وهنحط الميه. ولا رز ناشف كده. نحط مكعب مرق. لو شوربه موجوده مفيش مشكله. يفضل. يفضل طبعا. ممكن نطلع هنا يا نهله؟ ايه نطلع هنا؟ طيب هنطلع هنا خلاص كده، حلو جدا. طبعا شيف نهله مجهزه مقدار ما شاء الله عليها، ياكل فرح. ياكل فرح يعني قبل الهوا، وشرح يعني الطريقه نيه على الهوا. مش هو هتقولها تاني برضه؟ اكيد. هو مقادير بس الرز مظبوط ولا لا؟ انا مش عارفه. لا الشيش طول. مقادير الرز على الشاشه ممكن. تمام. احنا هنا حطينا على الرز التوابل اللي احنا قلنا عليها، حطينا ملح، وحطينا فلفل، وحطينا فلفل احمر، بابريكا، وحطينا مقادير الرز على الشاشه موجوده اهي، وحطينا مكعب مرق. ماشي. بتاعه اتحرقت هنا. خلاص كده سيبي كل الشيش كده خلاص. تمام. ليه؟ خلاص. حطها فين؟ هتلزق. تمام. عشان بس هتلزق. خلاص كده زي ما هي. اتحرق. بس حطها تحت. ماشي. كده تمام. كده الشيش خلص. شفنا احنا هتكمل الرز طبعا، ميه سخنه. تمام خلاص كده. شويه كده، شويه كمان، ده بلدي مش بس كده. طبعا الرز المصري بتاعنا بقى بنحط له كوبايه، كوبايه ميه قدام كل كوبايه رز، كوبايه ميه على كوبايه الرز. تمام هنغطي عليه ونسيبه. شفنا احنا طبعا مجهزه نسخه جاهزه يعني قصادكم على الشاشه. احنا عندنا هنا الرز ده بعد ما طبعا استوى وكل حاجه، هنحط له بس التوبنج والحاجات اللي بنحطها على وشه دي. كبد وقوانص بس معموله بحته زبده، يعني مقطعينها مكعبات وحاطين عليها حته زبده. بدون بصل؟ بدون؟ لا بدون بصل، بدون اي حاجه، هي حته زبده كده بس، وعليها ملح وفلفل وبس. نحطها كده، نحط عليها هنا. كمان المكسرات، الرز
اللوز والزبيب. وهنا ده الرز بعد ما بيخلص بنحط عليه فضل سلطه الزبادي. هنعمل بقى سلطه الزبادي على ما الرز يستوي. دي سهله طبعا ان شاء الله. انتي بس من دي بس اكبر شويه. طب سلطه الزبادي بقى مكوناتها عباره عن زبادي توابل. سلطه الزبادي بقى زبادي وخيار وتوابل بقى هنقولها مع بعض دلوقتي. زبادي هنحط عليه الخيار ده مبشور ومتصفي يعني عشان الخيار بينزل المية. اكيد طبعا. لو حطيناه بالمية بتاعته السلطة هتبقى متسايلة كده مش تبقى حلوة. فهنحط بالظبط فهنحط الزبادي انا مصفياه وكويس. نحط كده برضو ناخد كده ونبعد عن المية انه بعد شوية بينزل مية تاني. بس نحط كده التوابل عبارة عن كزبرة ونعناع. كزبرة ونعناع وكمون ويعني التوم بقى لسلطة الزبادي اختياري عشان بس المعدة. عشان انت كده ما جبتش توم. بالظبط عشان يعني اللي عشان بس ايه يعني التوم اختياري اللي يحب يحط توم. يحب يحط توم مفيش مشكله. انا بحط كمان رشه ملح خفيفه. ملح خفيفه بس علشان ايه يعني ممكن نقلب الرز ده نسيب الرز ممكن. لا مش هنسى احنا عايزين بس نوطي عليه. ممكن نحط في العين الصغيره فين هنا الصغيره. نوطي بس بس هو لسه في ميه لسه في ميه خليه ثواني مش هيجرى له حاجه ما تقلقيش. هنقلب بقى سلطه الزبادي هي دي بقى احسن حاجه في العزومات عشان بيبقى الاكل كتير ولخبطه وكده فبتهدي المعده. بتهدي المعده جدا. مرطب للمعده. طبعا شفنا اهلا ما شاء الله عندها قناه على اليوتيوب. احنا قلنا من شويه ونوهنا يا ريت كل المشاهدين يدخلوا على قناه اليوتيوب ويعملوا اشتراك. منزله وصفات عليها ما شاء الله يعني زي الفل. لما اوصل هفتح القناه شويه. لازم ان شاء الله. وقناه الشيف رئيسه برده جميله. احنا لسه انا شفتها. لا جميله ماشي يا منزل. يعني رجاء من كل المشاهدين يدخلوا على قناه الشيف نهله رجب بالانجلش على اليوتيوب. يعني على اليوتيوب. حط كده انتهت. بس على وشها كده ما نحطلهاش اي خضره ولا اي حاجه. ممكن نحط لو في نعناع اخضر ممكن نحط نعناع اخضر وممكن نحط ايه بقدونس كده على حاجه بس تحفه ما شاء الله. يعني الطبق الثالث كده كده ثلاث اطباق رز والشيش والسلطه. طبعا شيف نهله ربنا يديها الصحه طبعا موفره الوقت انها مجهزه نسخه يعني خالصة قبل الهواء فان شاء الله باذن الله. تاني مناديل احنا هنا عملنا الشيش الشيش طاووق وعملنا الرز بالخلطه وعملنا سلطه الزبادي. طبعا دي اكله سريعه وسهله والشيش ينفع جدا للدايت. انا قنعت فعلا بال انه ممكن نحطه في الفرن يعني احنا ممكن ما نحطش في الجريل ونحط زيت ممكن نحط في صاج ونحطه في الفرن او صينيه يعني نفتح الشوايه بيستوي بيبقى تحفه ودايت. اكيد طبعا ودايت. بس يعني اعتقادي انا ان اللي انت عاملاه ده احلى من العصايه اللي بتاعت الشيش الطويله. لا اللي كمان الفرن حس يعني الجريل قصدك افضل من الفرن. افضل من الفرن كتير. طبعا الرز لسه احنا الرز هنا هو اتشرب استوى اتشرب. احنا محتاج ميه تاني اكيد يعني. لا هو مش محتاج ميه واحنا بس هنبص عليه كده. خلاص هو كده تمام فاضل له يعني ايه ثواني مثلا. مثلا شفناها. انت طبعا
انت ما شاء الله خبره في المطبخ. اكيد لكي سنين في المطبخ يعني متعلمه. انا يعني طبعا فتره طويله المطبخ طبعا. البركه ست الوالده ما شاء الله ربنا يعني اديها الصحه. هي ماما طبعا اول حد حببني في المطبخ طبعا. هي ماما دايما مامتنا هي اللي بتعلمنا الطبخ وهي اللي بتحببنا في المطبخ والا كنا فاشلين يعني. هو اللي حببني في المطبخ كمان ان انا بدات اتعلم حلويات الاول. فهي الحلويات يعني بنصح اي حد عايز تفاصيل اكتر عايز يتعلم الطبخ يعني ممكن يعمل الحلويات الاول عشان بتبقى سريعه وبسيطه والناس بتتبسط لما تاكلها. فبتلاقي ان انت حد بيقول لك الله طعمها حلو. حلو فعلا. فالناس بتبقى مبسوطه بس بيها. والله لا برضو يعني المفروض نمشي كده خطوه خطوه في المطبخ كاي بنوته لسه بتتعلم كده تمشي خطوه خطوه تلاقي نفسها. طبعا شيف نهله ما شاء الله يعني مجهزه الاكل بدري فاحنا عندنا الحمد لله وقت وقت نتكلم ونبسط مع بعض ونشرح. والرز ما شاء الله وفي نسخه ثانيه موجوده ونسخه ثالثه توصيه ما شاء الله يعني. فالاكل تحفه تسلم ايدك ربنا يخليك. وشيف نهله طبعا بتعمل اوردرات وكده بتجهز اوردرات اللي حابب يدخل على الصفحه بتاعتها على الفيس طبعا انجلش وعربي برضو. لا عربي سمبوسك بالعربي. سمبوسك مش سمبوسك بالعربي دي صفحه الفيديو سمبوسك بالعربي دي اسم الصفحه بتاعتها للي حابب يطلب اوردرات بيتي. ما شاء الله عليها يعني ست بيت شاطره مكافحه مثال للست البيت المكافحه المجاهده. مع العلم ان عندها ما شاء الله يعني اطفال ثلاثة ربنا يخليهم ليها يعني وعندها وقت فيا رب تكون كارما. عند كارما قالت لي اقول لها باي عشان كارما طبعا كارما واسيل واسر بسكوكي قالت لي اقول لها باي واسيل كمان عشان ما تزعلش ربنا يبارك واسر ربنا يبارك لك فيهم يا غالي يا رب ويخليهم لك. طبعا حلقه النهارده يا رب تكون نالت اعجابكم. معلش وقتنا ضيق وقتنا صغير ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم. الاكل ما شاء الله تحفه. انا كنت عايزه اكل قبل الهوا بس ما تعتش فان شاء الله هاكل بعد الهوا ان شاء الله. وشكرا جزيلا لكم اعزائي المشاهدين وان شاء الله عندي حلقه ثانيه يوم الثلاث باذن الله مع الشيف نيره من المنيا. ان شاء الله تشرفني يوم الثلاث اللي جاي باذن الله. ان شاء الله تتابعوني باذن الله وتكون الحلقه خفيفه عليكم وعجبتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.